كما تلاحظون خلفي تستمر عمليات الإنقاذ ركام لعمارات. سنحاول شرح هذه الصورة. هذا الركام لكل ركام معزول هو عمارة. عمارة بعضها بعض العمارات من 5 طوابق، أخرى من 6، أخرى من 8. أغلب العمارات هنا من 5 طوابق، بمعنى 15 أسرة انهارت هنا، و15 أسرة كذلك في بعد 50 متر أو أقل أو أكثر بقليل 100 متر وهكذا ذواليك. بمعنى ما تلاحظونه ما وقع، كل هذه الانهيارات التي ترونها هي لأربعين ثانية من فجر يوم الاثنين ما قبل الماضي. هذا الجزء الآخر، كلما تدخل إلى عمق هاتاي كلما تكشف حجم الدمار، دمار كبير جدا هنا. وهذه السيارات التي كذلك تأثرت بسبب الزلزال، تلاحظون هذه السيارات باتت بسبب قوة الضغط وانهيار العمارات تقريبا يعني مدمرة بشكل كامل. وهذه هي الأنقاض التي يتم البحث فيها عن أحياء. هذه سيارة أخرى، وهذا حجم الضغط وحجم الانهيارات. هنا خلفي تقف عائلات من أجل البحث عن مصير أبنائها وعائلاتها، لعل وعسى يخرج أحد من ذويهم من تحت الأنقاض في اليوم العاشر لهذا الزلزال. صحيح أن بات الأمل قليل، لكن أحيانا يتم إنقاذ بعض العالقين الأحياء، وهو ما ينتظر هؤلاء أن يسمعوا خبرا لعل وعسى يثلج صدورهم بعد المأساة والمعاناة التي يعيشونها منذ فجر الاثنين ما قبل الماضي. محمد الفنيش لقناة الغد من قلب ولاية حطاي.